كرة تلعب قصيرة، زورتيا عالية داخل المنطقة الرأسية، حاضرة يخرج فالكوني مرة أولى، شديرة! يسجل شديرة، يسجل النجم المغربي هدف في وقت قاتل من عمر هذا الشوط الأول. كرة لعبت دربك داخل منطقة الجزاء، وشديرة يسجل للمباراة الثانية على التوالي، الهدف الثالث له هذا الموسم. يتابع الكرة، يسددها قوية في سقف المرمى، هدف أول لفروزينوري، هدف أول لفروزينوري. أخيرا تهتز الشباك في هذه المباراة، أخيرا تهتز الشباك في هذه المباراة. شاهد الكرة العرضية من زورتيا، المتابعة الرأسية من رومانيولي، خروج خاطئ من الحارس فالكوني، والتصويبة، التصويبة القوية جاءت من جديرة بالقدم اليسرى، يضعها في الشباك، وفروزينوني يأخذ الأسبقية، يسجل هدف التقدم في وقت هام وهام جدا، في وقت حساس جدا من عمر هذا الشوط الأول. فرحة كبيرة، فرحة جنونية في المدرجات، فرحة جنونية في دكة البدلاء. فرصة جديدة، الحكم يعطي محاولة جديدة لليتشي، كريستوفيتش، كريستوفيتش يسجلها، يسجلها كريستوفيتش، وليتشي يعدل النتيجة، ليتشي يعدل النتيجة في المحاولة الثانية. الكرة تدخل للشباك، ارتمى بشكل صحيح الحارس تشيرفوليني، ولكن الكرة كانت قوية، الكرة كانت في الزاوية ودخلت المرمى. ليتشي إذن يعدل، كريستوفيتش يسجل، ودافيرسا يفرح، دافيرسا يحتفل. التحية من كريستوفيتش لجمهور ليتشي الحاضر في المدرجات. الهدف الخامس للنجم المونتينيغري هذا الموسم في بطولة السيريا. التقدم والتصويبة قوية، اصطدمت بالقائم الأيمن، اصطدمت بجسد الحارس وسكنت الشباك. هدف التعادل لفريق ليتشي.